تم استخدام قشر الرومان منذ العصور القديمة لأنه يحمي العديد من الأسرار، فقد أظهرت الأبحاث احتوائه على مضادات الأكسدة أكثر من تلك الموجودة في لب الفاكهة نفسها، بالإضافة إلى المواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تحمي قلبك وتمنع السرطان وتحافظ على أسنانك. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية استخدامه بشكل صحيح في علاج الأمراض والمشكلات الصحية. إذا كنت تواجه التهاب الحلق وآلام اللوزتين فأنت بحاجة إلى مسحوق قشر الرومان، وطريقة الاستخدام تكون من خلال أخذ حفنة من قشور الرومان المجففة في الشمس وسلقها في الماء ويتم طهيها على النار، ثم تركها حتى تبرد لفترة من الوقت، وفي الخطوة المقبلة يتم الغرغرة بهذا الماء للتخلص من التهاب الحلق وآلام اللوزتين. قشر الرمان له خصائص مقاومة للالتهابات وعلاج تورم البواسير وتقوية بطانة الأمعاء ووقف النزيف أثناء الإسهال وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وذلك عن طريق نقع نصف كوب من قشور الرمان المجففة في الماء لمدة 30 دقيقة، وبمجرد أن تلين القشور يتم وضعها في خلاط وإضافة ملعقة واحدة من مسحوق الكامون وثلاث أربع كوب حليب والقليل من الملح، ثم خلط كل المكونات، ويمكن تناول هذا الخليط ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمقاومة التهاب المعدة وحل مشاكل الهضم المختلفة. يمتلك قشر الرمان خصائص فعالة في محاربة حب الشباب والبتور والطفح الجلدي بشكل فعال، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ وتحمي البشرة من البكتيريا والالتهابات الأخرى، وذلك من خلال أخذ حفنة من قشور الرمان ووضعها في الشمس لتجفيفها وطحنها للحصول على مسحوق، ثم عمل عجينة من مسحوق الرمان مع عصير الليمون أو ماء الورد لتطبيقه في جميع أنحاء وجهك خصوصا على الأماكن المتضررة من حب الشباب والبتور، وتركه حتى يجف، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. تمتلك قشور الرمان خصائص مضادة البكتيريا والالتهابات وفعالة جدا عند استخدامها للحد من فقدان كثافة العظام خصوصا عند النساء في فترة انقطاع الطمث، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك قشور الرمان يساعد في تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بالهشاشة بعد انقطاع الطمث، بحيث يمكن إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف في الشمس إلى كوب ماء دافئ مع الخلط جيدا، مع إضافة ملعقة من عصير الليمون والقليل من الملح، تناول هذا المشروب ليلا لتقوية العظام. قشور الرمان معبأة بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من أمراض القلب الخطرة، كما يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من الإجهاد ويخفض ضغط الدم، وذلك من خلال خلط ملعقة من مسحوق قشر الرمان بداخل كوب ماء دافئ وتناول هذا الخليط يوميا لتحسين صحة القلب. تعمل قشور الرمان على منع انهيار الكولاجين الموجود في الجلد، والذي بدوره يعزز من نمو الخلايا، مما يساعد في تأخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد بشكل فعال، وذلك عن طريق أخذ ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف وإضافة القليل من الحليب لصنع عجينة. أما إذا كانت لديك بشرة دهنية يمكنك إضافة ماء الورد إلى المسحوق بدلا من الحليب لعمل عجينة، ثم تطبيق العجينة على الوجه وتركها حتى تجف، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام هذا الخليط على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. قشور الرمان من الهدايا الطبيعية لتطيب البشرة، فهو يحمي البشرة من الملوثات والسموم البيئية الأخرى، لأنه يعيد توازن درجة حموضة الجلد، بحيث تحتوي قشور الرمان على حمض جيلاجيك التي تحافظ على رطوبة الجلد وبقائها ناعمة ونضرة، وذلك عن طريق طحن قشور الرمان المجففة في الشمس. هذا المسحوق يمكن أن يستمر معك لمدة أسبوع وتخزينها في وعاء محكم الغلق، والعمل على أخذ ملعقتين من مسحوق قشر الرمان مع الحليب لعمل عجينة، ثم تطبيق العجينة على الوجه بالكامل والرقبة وتركها لمدة 10 دقائق، بعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد. يمكن أن تكون قشور الرمان بمثابة مانع من أشعة الشمس الضارة، وذلك عن طريق عمل مسحوق من قشور الرمان وتخزينه في وعاء محكم الغلق، وخلط هذا المسحوق مع غسول أو كريم، ثم تطبيق هذا المزيج لمدة 20 دقيقة قبل مغادرة المنزل، أو بدلا من ذلك يمكن خلط هذا المسحوق مع القليل من الزيوت الأساسية وتطبيقه على الوجه، وذلك إن كنت ترغبين في استخدام واقي شمس طبيعي.
يمكن أن تساعد قشور الرمان في منع تساقط الشعر، وذلك من خلال خلط مسحوق قشر الرمان المجفف مع زيت الشعر المناسب لك وتطبيق هذا الخليط على الجذور وتدليك فروة الرأس جيدا، ويمكن غسل الشعر بعد مرور ساعتين أو تركه طوال الليل. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.